الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وأفضل الصلاة وأتم السلام على المبعوث رحمة للعالمين خير الخلق أجمعين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامجكم لنعرف الأحكام مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري الذي سيكون معنا ويكون معنا في طيات هذه الحلقه ورد بانه ما ظفر مؤمن بظفر بعد اسلامه اكثر من امراه صالحه تسره اذا نظر اليها وتحفظه في عرضها وفي ماله اذا غاب عنها ما اجمل الدين القويم وما اجمل الروايات التي تختص بالاسره وبالعائله مما يجعل تلاحمها وتالفها ونتاجاتها اكثر واكثر. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وتابعونا في طيات حلقتنا هذه من برنامجكم لنعرف الاحكام، كل ذلك بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. في هذه الحلقه سيتم الاجابه على الاسئله التاليه: فتاه تزوجت من شاب عرفت انه يتعاطى المخدرات وقد انجبت منه طفلا فهل يحق لها ان تطلب الطلاق ام ليس ذلك من حقها لماذا خصص الاسلام الطلاق وجعله بيد الرجل هل هناك طريق لجعل الطلاق بيد المراه ام لا فتاه تقول ان والداها اجبراها على الزواج فهل يغفر الله لهما ام لا اعطي الرجل حق تعدد الزوجات مع مراعاه العداله فماذا لو لم يعدل ماذا تفعل المراه في مجتمعاتنا العربيه من العيب ان تتزوج المراه بعد وفاه زوجها فهل يجوز لها الهروب والسفر الى بلد اخر حتى تستطيع ان تمارس حقها الطبيعي والمشروع الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياها ام لا يجوز لها ذلك. تحية طيبة ملؤها المحبة والولاء لمحمد وال محمد صلى الله عليه واله اجمعين. ازفها اليكم مره اخرى في بدايه لقاء اخر وحلقه اخرى من برنامجكم لنعرف الاحكام ونحن في خدمه ضيفنا واستاذنا سماحه الشيخ عبد الكريم الحائري الذي نحييه في بدايه لقائنا هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم وشكر الله سعيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وحياكم الله ونحن بخدمتكم. حياكم الله سماحه الشيخ، شكرا لكم على هذا الحضور المتواصل، حقيقه شكرنا وامتناننا لكم موصول ومستمر على حضوركم، الا اننا لا يمكننا وليس بيدينا شيء الا ان نطلب من الله بان يكون عملنا هذا مقبولا عند بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف وعند الله سبحانه وتعالى وان شاء الله يكون كذلك. عوده الى الاسئله التي وردت على الموقع فيما يخص الاسره وما يخصها من امور عمل واختلاط وغيره من هذه الامور. السؤال الاول الذي نفتتح به حلقتنا هذه للاسف انه يختص بالمخدرات. يقول فتاه تزوجت من شاب وعرفت انه يتعاطى المخدرات مع انها انجبت منه طفلا فهل يحق لها أن تطلب الطلاق أم ليس ذلك من حقها بسم الله الرحمن الرحيم إذا أمكن أن تعاشره بالمعروف دون حرج عليها دون إيذاء شديد عليها فعليها ذلك وفي الظلم تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر لا أقل تطلب منه ذلك اي تراعي تراعي ظروفه واموره واذا اوجب ذلك الحرج عليها يعني بقاؤها مع هذا الشخص موجب للحرج او الحرج الشديد في هذه الصوره يجوز لها ان تطلب منه الطلاق او يكف تقول له اما كف عن المخدرات وإما أن أطلب الطلاق وإما أن أطلب الطلاق فإن كف فنعم العمل نعم وإن لم يكف فلها أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي في ذلك طيب جزاكم الله خيرا أبعد الله الجميع عن الطلاق إلا أنها أسئلة يجب أن تسأل لأنه وإن كان أبغض الحلال إلا أنه آخر الحلول التي يمكن أن يتوصل إليها الإنسان في يوم ما يقول السؤال لماذا خصص الاسلام الطلاق وجعله بيد الرجل فقط؟ الاحكام الشرعيه من اول الفقه الى اخره. نعم. احكام ترتبط بالمصالح والمفاسد الواقعيه. نعم. يعني مو المصالح اللي احنا نتصورها مصلحه لا. المشرع الخالق نعم. هو الذي يعلم بان يعلم ان هذا فيه مصلحه. نعم. وعلم الله جل وعلا في أن يكون الرجل هو بيده الساق وبيده الطلاق يكون هو الذي يتولى هذا الأمر المصلحة في ذلك لا. ولكن غير عزيز بأن يكون ينتقل هذا الحق لها في بعض الموارد أيضا يمكن أن ينتقل لها لا. هذا الحق في بعض الجوانب إلا لا. أنه المصلحة اقتضت ذلك لا. فإذا كان فيه بقاؤها محرج فيه حرج عليها صحيح الطلاق مو بديه لكن تطلب الطلاق إن لم يطلقها مع وجود الحرج ترفع أمرها إلى الحاكم الحاكم الشرعي يقدر يطلقها لا. يعني مو أنه فرد مشكلة إذا كان الطلاق بيد الزوج مشكلة عصيبة لا يمكن حلها نعم. لا يمكن حل وضع الله والاسلام الحلول لكل هذه الامور نعم. والتفاصيل. حبذا لو استرسلتم في الكلام لان السؤال الاخر هو استكمال لهذا السؤال حيث يقول السائل هل هنالك طريق لجعل الطلاق بيد المراه ام لا؟ اشرتم ان انه هنالك طريق لكن ما هو؟ نعم هناك, هناك طرق. ابرز طريق ومعروف عند الفقهاء ان تجعل المراه شرطا في ضمن العاقد. يعني في ضمن العاقد تجعل شرطا ان الطلاق في فلان في صوره اساءة الخلق، في صوره عدم اعطاء المصرف مثلا، في صوره ان يسافر ويتركها، في مثلا مجموعه من امور <applause> لها الحق في ضمن العاقد. أن تشترط إذا حصلت هذه الأمور أن يكون الطلاق بيدها وأن تطلق نفسها. نعم. الطلاق راح يصير بيدها. نعم. يعني مو مشكلة أنه الطلاق صحيح أولا بيد الرجل، لكن بالشرط يمكن أن ينتقل إلى يدها. جيد. آه فتاة وللأسف الشديد تقول بأنها والداها أجبراها على الزواج. فهل يغفر الله لهما ام لا يغفر الله لهما؟ مغفرة الله تبارك وتعالى بيده. نعم. وهو واسع الرحمة، ولعل هذه المرأة الفتاة هذه اللي اجبراها وما كانت راضية، وبالرغم عنها رضاها حياء منها رضيت، او صارت تحت ضغوط فرضيت. وأجبرت على ذلك، فعلى خلاف الحق، فعلى حراماً خلاف حقها. لا. لكن هي لو اطلعت أن والدها مثلاً إنما قام بذلك حرصاً عليها. لا، فلنفرض أنه اطلعت كانت متأذية جداً لا. من هذا الزواج. لكن لو اطلعت بعد الزواج أن والدها بعد وفاته. الان يعذبوه نعم لاجلها ترضى؟ فلا ترضى بذلك نعم فلتدعو له بالخير ها نعم بالنتيجه لابد للابن ان يدعو لوالديه بالمغفره وعلى الله يغفر لهما ليش ما يغفر لهم؟ خل تدعي ترضى عنهم نا. صحيح فعلى معصيه فعلى سيئا لكن هذا في انه ولا ما جاء ولا هنالك شيء يعني ليس هنالك شيء لا يمكن العوده عنه ولا يمكن التوبه منه اذا وفقها الله للدعاء لهما لانها بذلك تكون قد رضيت عن والديها بهذا الحق الذي اخذاه منها فرفع الله عنهما العذاب وبنفس الوقت تكون قد ارتكبت عملا او قامت بعمل رائع خلقي ديني تؤجر عليه والله هو اكرم الاكرمين، م. الذي يغفر لوالديها فحري به ان يعطيها كثير ثوابه وجزيله مغفرته. آه يقول السؤال اللاحق سماحه الشيخ اعطي الرجل حق تعدد الزوجات مع مراعاه العداله، فماذا لو لم يعدل؟ ماذا تفعل المراه؟ اولا يجب عليه في فرض تعدد الزوجات ان يعدل يعدل في القسم يعدل فيما يمكن العداله فيه وفيما امر الشارع في قسم المعاشره وليس في قسم الحب والقلب والامور الباطنيه في قسم ليس المعاشره ليس لأحد عليه في ذلك سبيل يعني احسنتم قسم المعاشره والقسم قسم الليالي وامثال ذلك واجب عليه ان لم يفعل ارتكب معصيه وهي لها الحق ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي لا. يجبره ال... يجبره الحاكم الشرعي على العداله لا. فان لم يكن الحاكم الشرعي مبسوط اليد او لا يدخل تحت الاجبار هو فر من ذلك وأرادت من الحاكم الشرعي الطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها نعم يعني إذا أرادت تتخلص نفسها يعني تنتقل العصمة من يد الرجل إلى يد الحاكم, الحاكم الشرعي, الشرعي, في الشرعي في هذه الحالة نعم. طيب أه لكن أيضا نتمنى بأن لا يحدث هذا الشيء لأي عائلة كانت غالبا وأن بعض النساء التي يتحسسن من هذا الموضوع لعله حتى وإن عدل تراه غير عادل بينها وبين زوجتها، اذا القول الفصل هو للحاكم الشرعي كما تفضلتم ولا يجب ان يغيب هذا الدور حقيقه من حياتنا كما هو الان يجري في كثير من المجتمعات. سماحه الشيخ سؤال اخر فيما يتعلق بهذه الامور. في مجتمعاتنا العربيه من العيب ان تتزوج المراه بعد وفاه زوجها. لا نقول في كل مجتمعاتنا، في بعض الاماكن من مجتمعاتنا، من العيب ان تتزوج المراه بعد وفاه زوجها. فهل يجوز لها الهروب والسفر الى بلد اخر حتى تستطيع ان تمارس حقها الطبيعي والمشروع الذي اعطاه اياها الله سبحانه وتعالى، ام لا يجوز لها ذلك؟ السؤال يحكي ماساه. نعم. <applause> تعيشه بعض المجتمعات. لا. هاي المأساة أن يكون من عادة المرأة إذا طلقت أو إذا توفى عنها زوجها أن تجلس في البيت إلى آخر عمرها خطأ. ليش الرجل إذا طلق زوجته طبعاً بين قوسين أقول أن الطلاق لا. في بعض الأحيان هو الحل. والراحة. هو الراحة الأمثل لعله أيضا في بعض الأحيان فلذا ورد في بعض الأحاديث الرجل الذي يدعو على زوجته الله جل وعلا لا يستجيب دعائه يقول أنا ما أستجيب دعائك بيدك الحل ما تريدها طلقها ما تقدر تعيش وياها طلقها عليها حرج ترفع أمرها للحاكم يمكن أن تطلب طلاق بعض أوقات الطلاق هو الحل اذا كانت الاسره تعيش في الجحيم وفي الضرب وفي النزاع وفي الحرب وفي العركه وامثال ذلك بحيث ما تطيق المراه او الرجل ما يطيق احدهما الاخر، نعم شنو الاشكال في ذلك؟ الطلاق وان كان مكروها لكن في بعض الاحيان يكون هو الحل، والقران الكريم يقول: وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته. صحيح. كما ان في الزواج نعم. كما ان في الزواج سعة كذلك في الطلاق سعة، لأنه في باب الزواج هناك بين أن الله عز وجل يوسع عليهما أن يكونا فقراء. نعم. إذا يكونون فقراء الله يغنيهم. مو شكل؟ نعم. والله واسع عليم في تتمة في الزواج يعني. الفقراء الله يغنيهم. نعم. وفي الطلاق يقول: "وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته". نعم. فغرضي أنه إذا حصل طلاق، إذا الرجل مثلا طلق زوجته، يروح يدور على زوجة أو لا؟ نعم. نعم؟ إذا الرجل ماتت زوجته، يروح يدور زوجة أو نعم، طبيعي. فما بال هذا الحق يثبت للرجل ولا يثبت للمراه في حال ان الله الشارع المقدس هو الذي اثبت لها هذا الحق فمع الاسف شديد الاسف بعض لا. المجتمعات المتعجرفه بعض المجتمعات اللي تحكمها الجاهليه المعاصره نعم اللي ما زالت الجاهليه الاولى باقيه في اذهانهم يمنعون المراه من الزواج، لا خليها تروح تتزوج فلذا لما يحصل هذا التعسف ياتي هذا السؤال المرأة تقدر تشرد؟ ليش تخلوها تشرد؟ ليش تخلون المرأة لماذا إلى... توصلون هذه هؤلاء النساء يعني أحسن. إلى هذا الحد؟ ليش تضيقون عليهن؟ ليش نعم. تضيقون هذا التضيق حتى لا ترى لنفسها حلا إلا الهروب؟ خليها الويل كل الويل لهذه المجتمعات أحسن. حقيقة خلت تمارس رغبتها الشرعية نعم. الشرعية كيف تسمحون الذي فيه صونها وسترها وعفافها وكل الخير ياتي من وراء الزواج كما انه في الزواج الاول كانت المراه محتاجه واعطاها والدها لزوجها وسلمها وسلم امرها وصار ولي امرها فهي ايضا ما زالت الان محتاجه نفس المراه لم يتغير شيء العفاف والصون كما ذكرنا سابقا هن نعم. لباس لكم وانتم لباس لهن نعم. لباس السترك نعم تسترها فالغرض انه ما دامت هي متزوجة فلا ولاية لأحد عليها ما دامت متزوجة وطلقت أو متزوجة وما تزوجها فلا أحد حتى والدها بعد ما إلى ولاية عليها لا. فإن شاءت أن تتزوج من تشاء وتراعي في ذلك الظروف اللي ترتبط بأهلها لا. يعني لا تأخذ لها فرد واحد يخالف شؤون أهلها لا. مثلا تراعي في ذلك حق حق الأسرة حق الأهل تراعي كما أنها راعت في المرة الأولى فعليها أن تراعي الآن أيضا إذا رأت لا بد من أن تخرج تخرج وتسافر وتمارس حقها فلها ذلك نعم لا. لأنه ليس لأحد لي ولاية عليها لها ذلك أي من, من, من حقها أن لا. تمارس هذه الحقوق طبعا بما لا يوجب الأذى على الوالدين إذا الوالدين هم يريدون يمنعوها من هذا الحق يسقط حقهم. نعم. أيضا يسقط حقهم. إذا هنالك كل شيء يعني يمكن حله بالصلح وبالكلام وبالهدوء. البنت تخبر والدها بأنني أنا الآن في حاجة إلى هذا الزواج. والوالد يجب أن يتفهم إيه؟ ويتفهم حقيقة يا سماحة إيه الشيخ. إنسان. أه لعله في هذا المنوال اسئله كثيره تطرح، بعض الناس في ختام هذه الحلقه الاخوان ايضا يشيرون على عجاله الى نهايتها، لكن كثير من الناس الان من الشيعه من الملتزمين باحكام الله سبحانه وتعالى باحكام هذه الشريعه لكن هذه الشريعة السمحاء تجدها حتى عندهم إذ أنهم يقولون أن مثلا ننتمي إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نعطي بنتنا إلا لرجل من هذا النسب ومن هذه السلالة فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز ذكرنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله زوج ضباعة بنت الزبير نعم. في مسجده من رجل من كندة نعم وليس من قريش ولا من بني هاشم لا لاحظتم إذن فإذا كان النبي كذلك وقال تعلمون لما زوجت ضباعة ابنة عمي لا. حتى يتضع النكاح حتى النكاح يكون متواضع لا لا تدخلون في يعني شروط تعجيزية للناس لا. إلا تفعلوه تكون في الأرض فتنة أو صحيح. فساد صحيح فساده فتنه يصير. نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ على هذه البيانات وعلى هذه الايضاحات، حقيقه بين القيل والقال وبين الكلام الذي لا اساس له، يكون القول الفصل والقول الاساسي والكلم الطيب للقران الكريم وللسنه النبويه النقيه الطاهره. أن من هذه السلالة الطاهرة أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويكون الرجوع إلى الأحكام لذلك حقيقة كلنا سرور وكلنا فخر بأننا معكم الآن سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري في هذا اللقاء لكي نتعلم ولكي نبين الأحكام لمشاهدينا الكرام شكرا لكم على حضوركم معنا كما لا يفوتني أن أتوجه إليكم مشاهدينا الكرام بالشكر الجزيل على بقائكم معنا على متابعتكم إيانا على حقيقة على سعيكم في معرفة هذه الاحكام على كل سؤال وجه لمرجعنا الكبير واستعلام لكي تعرف الحقيقة والحكم الشرعي على أمل أن نلتقيكم مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من هذا البرنامج أستودعكم الله وفي أمان الله